مساء النور والسرور يا أغلى متابعين ومتابعات، شني أحوالكم؟ لبس عليكم يا رب إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وأطيبها. أهدركم تتسألوا أنا فين؟ أنا وعمكم نوردين، إحنا في المحمدية عند الدكتور حسين، إنسان سمعنا به أخلاق عالية، وإنسان راه ما شاء الله أنا دخلت وشفته باللي كو يعدي عليك بالطرف بالطرف بالطرف، ما وسع باله تبارك الله عليه، هو جنازة صغير لكن ما شاء الله سمعته ذهب في المحمدية وفي المناطق المجاورة، والناس اللي تعرف حسين ونصحكم به دكتور إحسان. أنا هذاك اللي منعش اللقب بالضبط. المهم عديت عنده أعطاني أدوية الحمد لله حسين. ليلتها احنا كنا في كان خال ولد خال عمكم نور الدين توفى الله يرحمه، مشينا له عزيناهم، ومن بعد كان عندي موعد 7:30 طبعا عند الدكتور هذايا، كلموني بالتليفون ومشيت. الميزه الوحيده يعني في برشا حاجات باهي، الحاجه اللي مش باهي بركه الناس ما تحبهاش هي انك تبطى برشا. يعني انا من الصباح خذيت الموعد بعد 5 وما خذي لي عمكم نور الدين 7:30، ما دخلت الا 8:30. وسعوا بالكم بصراحه يستاهل كل الخير، كما شفتوا تعدى عمكم نور الدين بعد ما كملنا، اخذ الدواء من الفارماسي برشا ادويه لكن مهمه جدا، ان شاء الله يا ربي يعطوا نتيجه. مازالت لي جمعه بركه وانا مروحه طول سليمان، مازالت لي جمعه بركه ونروح الكندا، فان شاء الله ربي يستر ونبره يا ربي. حسيلو روحنا لسليمان وحبيت ندخل العشاء طيب، حسيت روحي متنفس شويه بك الدواء اللي خذيته شويه. عمك نور الدين تردي من الكوجين تعود، قلت له شنو تعودت معناه وحدك في الكوجينه اخي كوجين دي، رد بالك رد بالك يا ولدي. قال لي لا ورمشي وقعد ارتاح انا تنقد كل شيء. المهم ما خليني زاد نصور، ما صورتش هنا ينظف، حبيت نوريكم هو ينظف الكهرباء تعرف تكحال فيسع، معناه تردوا بالكم على التسمم الهواء بوليشن، راهو فاسد وراهو حال حليله، راهو يجي من المصانع ويجي من الحاجه من الدخان نتاع الكراهب من في العالم الكل، ماهوش في تونس برك. ولذا تردوا بالكم على التنفس، وربي سبحانه عمل اكل ماسك سبحانه جاء المره ذي الا من ايضا من باش حكم ربي باش يزيد يحمينا احنا من التسمم هذا نتاع الهواء. ربي ان شاء الله يبعد عليكم كل مرض وكل بلاء يا رب العالمين يا رب. حسيلو انا هنا ينظف الكهرباء وانا البرا قاعده نستنى، مانيش نحوس نتفرهدوا شويه. نزلت لي جمعه بركه في تونس جمعه بس الحمد لله. على كل حال عديت قرابه 6 شهور مع اهلي ومع تونس الخضراء، تمتعت بها وهذاك اللي خلاني باش نعاود نرجع، وليت في دمنا ما عادش نجموا نعيشوا البرا. وربي يرد غربتكم على خير. وكاو أو مش نركب الكهرباء، عمك نور الدين يكمل ينظف الكهرباء. هاك كيسنا ديما خاصة تعرفي الكيس نتاعنا في الصيف، كيسنا في الصيف الطريق هذا يهز البحر، تلقى معبي معبي معبي. إن شاء الله الصيف الجاي تلقاوني لهنا بإذن الله. البنات هذا في بالي أنا قضوم، شفتوه في الأحمر في بالي قضوم، هو يقولوا ماكلت الدبوبة ولا شنو هكا يعني يقولوا، ما ماهيش قذوم هذا، خاطر خديجه جابت لي فريد عطاوني قذوم، ثم شكون عطاهم هو مفيد برشا للصحه، فعطاتني شويه شايحه ناكل فيها تو كي نرجع للدار نوريكم. حتى هذا نوريهولكم، هذايا زاد انا عقلاني سعيد اختي تعرفوا واحنا صغار نمشيو ما يتاكلش، ظهر لي يتاكل وقتها والله ما نسيت، يظهر لي تتحلك الكعبه هذيا وتبدا كبيره تتحل من داخل كانه قناريه تبدا. حاسيلو هاني نوري فيكم شوي شوي، وريتكم القذوم ووريتكم كل كعبة تخل. هاي نمشي وساعة وبعد خذ عم بردي مع شوق باش نمشي وان شاء الله بعد كي نرجع نكملوا الفيديو نتاعنا. به انا تعديت لدارنا خاطر هو مشى للدفينه، انا مشيت عزيته مكاوة قبل بنهار، نهار الدفينه مشى عمكم نور الدين، تعديت انا نجيب نقاهم حضرت لي مقرونه بالصلصه كيما تشوف طرت انا وامي، ورجعت لسليمان. هنا خضرتنا باش ندبروا طيرنا باش نعملوا مشوي كل شيء شويين، نشويوا الفلفل والطماطم والبصل والسلايطة صحية تونسي. هاي معانا والله قاعدة ريح ريح ريح
طلعت الطاولة وكل ما في شريح ما في شريح. حب يفطر لهنا شو طلع الطاولة ورخام ورزينة راه مستحر هنا بستح. أوه البحر ظاهر على الأخر على الأخر باين. حتى من هنا ظاهر. هاكا. الأزرق. ريح يسرى. طقس حلو برشا. الأذان نسمعوا فيه من بعيد. حتى كي يبدا فما ريح يجينا لهنا يوصل لهنا صوت الأذان. نتفرج البنات وشفت عيني جات على شفت وين الجر والحشيش فما اسمه ذاك الخبيزة وخبيزتهم نظيفة خاطر عندهم كلاب لكن الكلاب يعسوا في الجهة الثانية مربوطين ما همش مسيبين مع البقر والحشيش غاديك لو كان مش نحشم منهم راني ندق الباب و يدخلوني نحي شويه خبيزه لكن انتصب علي باش نكلمهم ليه هو قريب توفى قريب تعسلش الناس تاكل فيها ولا الخبيزه كليني قداش مره في دارنا المره دي خليت خديجه ماشي لدارهم باش دار اختها فيها نظيفه الخبيزه باش تنحي الخبيزه عندها جنينه فيها الخبيزه عسيل وعامل جو ونحب نخلي الكواليس كلها كما هي باش تشوفوا كيفاش عمكم نوردين باش يزهر الكانو ديما تختلف المرأة عن الراجل ريح فما ريح من غير ما تنفخ عملوا كي شوف كتسوا على بعض والله لم يشعل فوق بعض كأنه هي تجرب هنا متمروح متمروح فما ريح خويا ايه يا محبس يا محبس يشعل يا خم ندي مندي على الاخر خاطر سلام لاباس صحيته قدسهم كل في الشوايه ذيك يطفي لك الاخر الاخر كي فرطوا كيكه حطوا على الكل على بعضه يشاعل ومش شاعل تو يزهر مع بعضه هكا هيك تخليه في الريح مش خير لك هاو في الريح لهنا الريح وين الريح هون هنا الريح زين كل ريح باش تقعد اللوطه باش ترسيك تمروح حتى هرب على الريح لا ما هربش على الريح الريح مزين الريح مزين توا هذايا كيفاش نعملو نشوفو منو ديريكت من غير الشواية خليه يزهر بالكدا ونحطو فوق منو الفلفل والطماطم والبصل وتصوريهم هاي ونصورهم هاك عرفت ايوا ونسخنو الخبز ونقعدو نفطرو وهكاك تحب انتي كيفاش نعو كيفاش نقعدو نفطرو هاي كيفاش ما فهمتش مش باش نشوي سلطة ونعملوها صحن تونسي ونصب عليهم كيتا زيت ونجمروا الخبز طلعوا الفوق في الهواء خير ليه هاك الهواء قوي لهنا هو انت باش تتعب تقعد تمروح لا ما يطيرش يزرب الشاي حاولوا
خلي يزرع على روحه مازال بكري. خدمت من الغسالة؟ ايه. اوكي يعطيك الصحة. كل شيء. امان كي نجي نلقاك مصلحها. ما نبقاش نعيط لك اللي كنتي تخدم لي كل مرة. فلسة بركة هي مكسرة. هي بالقدا ما الفلسة بركة هي اللي مكسرة نتاع الحلي. هاي وانتي مكتبر كالله زعيم. صلحها كي نجي من كندا نلقاك مصلحها. اللي كي نبنوا دارنا جديدة إن شاء الله. تو نشي وحده جديده كل اوتوماتيك تغسل وتعصر باذن الله. قدرة الله كل شيء تلقاه كان 100 100 ان شاء الله. بتجيب صحن جيب لي كمان حطينا الفلفل نشوي فلفل وطماطم وبصل. كان ثم جيب واحد ثوم معاك يا نور الدين. جيب ثوم معاك. طير يعمل كيفه و الواحد يبدا يعمل جو في النسمة والطقس الجميل. انا مزات لي جمعة بارك على تونس وربي يستر. والله ما نكذبش عليكم قلبي يدق وقلبي على يدي على قلبي الا من براش ومن المطار ما يخليونيش نتعدى خاطر كحتي خايبة. وانا باش نقعد مع الناس تولي مشكلة كبيرة. والله العظيم قلبي من عشنو يصير لي لو كان ما نطلعش ما نسافرش. واحد مثلا نبدا جايب قراري اما يحوزك حد قرارك انك تقعد 6 شهور ولا قديش. انت مقتنعة بالقاعدة مع انه حد يحوزك من المطار يقول لك ليه صحيح انا مروحة يقول لك ليه ما تروحش. هذيك هي المشكلة الكبيرة. سي تابو تتمطرش زيد مو تابو شنو تابو قلت لك تابو في الهدايا بركة تابو وزيد ما تسخنش بالكدا ها تابو زي 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 هاتي صحن هاتي صحن بيه استنوني طماطم تحت خاطر كي تقصوا باثنين يطيب فيسا او حتى على 4 قصوا ها هكا هاو خلينا نحط شويه بخور هنا ما تحطيش لهنا هاو على جنبي نور الدين عليه خاطر هواي لبرا اتس اوكي خلت شم الناس صدقه شموا احنا نشموا الناس ياه ما احلاها الريحه حس في نفسيتي خاطر تعب انا تو كل الريحة نتاع البخوري صراحة يريحني. نفسيتك تعبة منيش؟ من الدوية نشرب فيها وما فماش فايدة يا نور الدين، حاسة روحي مانيش لاباس، حاسة روحي مانيش قاعدة نكح يا ولدي. لاباس لاباس. أنا خايفة على المطار اللي يحوزوني. تنحى حالك تنحى حالك. تنحى حالك فيسع قدرة الله جاي. نهارين ثلاثة تنحى. خايف يحوزوني في المطار. ليش نفسيتي؟ إذا ما حازونيش في تونس حازوني في باريس. عليه؟ على خاطر ننكح ليه بنتي مو عندك بي سي ار نيجاتيف يطلع ايه خايفه يطلع كان يطلع نيجاتيف اوكي ما خايفه البرود هادي يعتبروها لك المرض يطلع نيجاتيف كان ما يطلعش نيجاتيف يبدلوا لك تسكر انت طياره وتطلع نيجاتيف هكا اهو قلت لك يطلع مش نيجاتيف كليم هذا ما انتش بيكي مريضه بالكورونا لا قدر الله هاو بيه عاد انا هاو بحذاكم الحمد لله رب العالمين ما صارت لي حد شيء زعما مرضت انا بالكورونا ما فقتش بروحي تدريش عليه إيه؟ انا مانيش مريضه بالكورونا الله انا ما عنديش كورونا تو خاطر احنا ما عندناش انا ما عملتش تيست لكن قدره الله ينجم يكون الاكل الصحي ما يبينهاش يشرب الواحد مشروبات والواحد لاباس لاباس ربي يسترك ماشي بالك ستر هو الله الحمد لله الحمد لله ماشي في بالك تلعبي انت خي انت على كيفك تطلع ولا ما تطلعيش مو كاتب لك ربي بس ما تطلعيش آه ونعمة بالله نور الدين ونعمة بالله نفسيتك علاش نفسيتك ونعمة بالله اما انا نقعد مزيد اغزر لي نور الدين شنو هو هذا كان انا اللي اخترت نقعد 6 شهور آه. لكن اني انا نجي مروحه حد يحوزني حاجه اخرى انت تعرف الكلام هذا انت تعرفي تو بديتي تعرفي اللي ربي كان كاتب لك باش تروحي في نهارك تروحي في نهارك وكان كاتب لي باش يعوض باش يوخرك يوخرك هذه امور مكتوبه تقولي الحمد لله اللي وخرني ممكن صارت تصير حاجه
فهمتي؟ كان نطلع في نفس الطياره ممكن تصير حاجه، ممكن نضرب كورونا، ممكن نموت. انت تقولي ونعم بالله، هو لكن ماهوش حكايه نعم بالله باللسان برك، يلزم قرار في مخك انك انت الحمد لله اللي يعمل ربي مليح اكهو هكاك، تولي نفس مطمئنه وتبدي مرتاحه. رجعنا لموضوعنا كالنار. انت مالك شنو؟ نفس مطمئنه. اي مالك شنو؟ اي مالك شنو بالك اخي انت مالك هكاك؟ هو القلب يا نور الدين، القلب هو اللي يوجع على ولادي. الرجل قلبه كاسح مش كلمه. لا المرأة يلزم تكون كيف كيف. ماهوش كاسح الرجل، الرجل ماهوش كاسح نو. الرجل ماهوش كاسح. لكن الرجل مرأة تقول لها هذا تحدثها يمين تحب تفهمك يسار. اوكي. هذه ما نعملها كثير. خليته يبرد شوي. اسمعوني يا اللي تتفرجوا فيا، راهو عمكم نور الدين يموت على التبربيش، يموت على التطيب وحده، مش معناه خاطر انا مريضه بركه، لا هو حتى قبل وانا لبس عليا راهو يحب هو يحضر الفطور، خاصه فيها هكا حاجات تاع هكا فحم ولا مشوي على الكانون ولا على الباربيكيو ولا تريتي. الحقيقه ما كانش قبل، كان قبل والله والله اقسم بالله دبوست الماء الكاس الماء لا يمدهولي وانا حبله، لكن بعد كي ولا يقعد برشا في الدار بطبيعة الحال الرجال الكل أظنهم كيف كيف يوليوا يتجهوا لك وجيني يفكوه للمرأة. هكا عرفتوا. جاتني في مصلحتي أنا في العمر هذايا بعد المرضى هذايا متاعي، فهو يعني لقيت في مصلحتي أنا أنه ياخو من عندي يفك لي من الكوجين يطلعني من الكوجينة. كي البارح قال لي اخرجي من الكوجينه اش تعمل انت شنو يا اخي استملكت الكوجينه يا رجل. والله حسيت روحي متنفسه، قلت طيب خلينا نمشي ندور معاه في الكوجينه. يا اخرجي من الكوجينه يا عمل يا ولدي يديك ربي راهي كوجينتي. اعطينا بلاستيك بلي بلاستيك تاع التستيره. هو خاطر اختصاصي اكثر مني انا في الامور هذه، هذه طويلة، هذه نعملوها من هنا. معلم. بخور عمل فينا. مرمت كيما هاك يجي به، خاطر يخرج على العادة، ماهوش مثل العادة. حتى خشين وحتى ناقص حاجة ولا ناقص بلاطويت ولا ماهوش مريقل كيما في الكوجينة في طاولة الكوجينة في كوجينتك. قاعدة هاي تفضلوا معانا، مرحبا بيكم. مازال كان تجميل الخبز ما سخناه ما جمرناش. عمل تسطيرة عمكم نور الدين، وطبعا عرفتوه هذا ما يخليش على الطاولة التونسية في الربيع خاصة وقت وجوده. عصيرة قارس هاي. مرحبا بكم مرة أخرى البنات. هاي الطيف قعدنا لتحت، قعدت نمشي نهبط هو عم نور الدين يخدم لي الغسالة وأنا نكمل نغسل ونشلل وننشر. وباش واحد بصراحة ما برام قال لي خلي يقولوا لي حتى علاش تعرفوا قداش الواحد كي تبدا حوايجك مغسوله خاصة تاع الشقيق قداش تبدا مرتاحه تاع اوكي انا ما عنديش صغار احسب حوايجي خوج عندكم جديد، اما ديما نبدا واحد مرتاح كي خاصة تو انا مريضه حوايجي تاع الصيف كله حوايجي تاع الشتاء كيما شوفين قالت هذوما يلزمهم ديما مغسولين اللي نحيها نغسلها باش كي تتوسخ الاخرى انا نلبس الاخرى، وهذه بالذات انا نلبس فيها الحق اكثر من الاخرى على خاطر نحسها خشينه خشينه الحق. المشكله هنا في الشكيكه يترشقوا، فهمت يترشقوا الشكيكه علاش؟ على خاطر عندهم برشا
وكنت ننشر بهم في الشمس البرة، كانت في الفراندا عندي الشريطة، فهمت؟ وتعدت عليهم وين مسافرت وكل، وتعرف عم كنتين ساعتين يغسل ننشر ونقعدوا برا، هذاك علاش ما عاودش الشريط الحقيقة طو، مانيش رايحة بالكل بالكل، ما عاودش الشريط الحقيقة. غسلت من شفتنا نتاع كل يوم هذيك لازم تتغسل ديما، وغسلت المشي نتاع الساقين، الحاجات اللي يلزمهم كهو هاني ارتاحي منهم. طبعا باش نمشي نقعد مزال العصر، قال لي 10 دقايق اخرين العصر، ومن بعديك نزيد نطلع فوق السطح خاطر يبدا الشمس برشا. الفيراندا اللي عندنا الشمس ما طبعا المصباح حتى الماضي ساعة ما ساعتين ماكسيموم تتنحى الجملة الشمس، نولي ونمشي للسطح فوق كهو. الكلاستات لازم ديما حسيلو. ان شاء الله يعجبكم فيديو اليوم، هذاك هو حد الفيديو. ان شاء الله كان ماشي انا لتونس مع بنت عمي باش نشري حاجتي، قالوا لي ثم مراول حلوين برشا تاع الشتاء، باش نحب ناخذ مريول على باش نلبس تحتك الشيء اللي عملته لي عايده، خاطر انا عندي سروال لكحي ما عنديش عندي مريول طويل، فباش نشري مريول طويل باش كي نسافر يبدا حاجه خفيفه او كنسافر بيه. حتى نرميه راهو ما يطيحوش الريح يعني. ايوا باش كي البيت في دارنا ونرجع نلقاها مشايخي ديما نلقى الحق البنات في دارنا خديجه و خلي بعد شوية تخرجونا ما تخرجوا على خير حسين خديجة ونجيبة ولا هاجر كلهم يقولوا لي خلي حوايجك هات حوايجك يشوفوني بدلت نقول شكون ما جبتش اللي بدلته البارح علاش جايب ما جبتهمش انا غسلناهم الكل والحق نجيبة عندها غسالة يدوية لمحال يعني صغيرة لكن البنات اللي فينا عندهم اوتوماتيك يعني يغسلوا وتعصر وحدها كانت تشيحة لازم ينشروا في الشتاء ورغم ذلك نحس بإحراج نقول لي مادام عندي غسالتي صحيح مكسرة شوية في الفلسة اللي ما يحلها لي عم رودين ويسكرها إن شاء الله على كل حال العام الجاي مزيانة أقل من الجمعة نروح إن شاء الله الجمعة كي نروح كي نرجع مثل الربيع معناها بعد رمضان يكون ربيع إن شاء الله 4 شهور أخرين بعد رمضان نكون بديت في بني داري ولا شريط الله أعلم المهم قريبة لأمي ونعيش معاكم عيشتكم وجوكم وروتيناتكم وطبخكم في المطبخ وكل شيء كل شيء نحبكم برشا 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 اللي جاوني جدد نحبكم راه برشا والله نموت عليكم سواء كان بساميكم انتوما او بسامي ازواجكم نموت عليكم سامحوني ساعات ننسى والله هاني تو كنت متفكرك عباد باش نقولهم نسيت على كان النجم تو نتفكر على كل حال ليلى محمد رسول الله والله العظيم ننسى على كل حال يلا نزلوا لي شويه حويجات هما من داخل فصل الباسكت باش نمشي نشرب مقابلين الشمس في الباب يشيخ من هنا الغدوه يلا ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.